وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية مع مؤسسة نبض الحياة. كنت مشغلة كده بسمع قرآن، فسمعت آية علقت معايا جدا ومش بتروح عن بالي. ربنا بيقول سبحان الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الآية طبعا سمعتها كتير، بس أول مرة أقف مع المعنى بالشكل ده. يعني كل الخير اللي هنعمله أو بنعمله لازم هنلاقيه عند ربنا، متشلي متحوش. يعني برحب بضيفنا الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام بخير. كل سنة وحضرتك طيب. أنت بصحة وسلامة. طبعا رمضان هو شهر الخير وهو شهر الكرم، وهو ده الشهر اللي احنا نعمل فيه زي ما كده شفنا الآية ونلاقيه عند ربنا، يعني نعمل ونحوش عند ربنا في رمضان. طيب، بداية الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يمكن رمضان دفعة إيمانية عالية جدا. رمضان يمكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الخير دايما، وأمرنا أن احنا نجتهد ونتسابق في الطاعة والخيرات، لكن في عندنا حاجة اسمها مواسم للطاعة. مواسم الطاعة دي بتتجلى فيها رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومدى حب الله سبحانه وتعالى لنا. ربنا نشوف فيها ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا قد ايه، وربنا سبحانه وتعالى بيرد لنا الخير قد ايه. فلك ان تتخيلي ان السماء والارض تهيبت وتهيأت لاستقبال وفود الرحمن، الصائمين، القائمين، الركع، السجود، المنفقين، المتصدقين، المستغفرين. السماء نفسها، منادي السماء ينادي يا باغي الخير أقبل، تعالى أبواب السماء مفتوحة لك، رحمة ربنا سبحانه وتعالى منتظراك، بس محتاجة إيه؟ بس أنت حضرتك بس تدور كده، يعني أول غيار في العربية إيه؟ بتبدأ تتحرك، أنت ابدأ اتحرك، هتلاقي إيه؟ هتلاقي رحمات من ربنا سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل. الحجب والحواجز اللي بتحيل ما بينك وبين القرب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ذلل لك العقبة دي. لا في شياطين ولا مرض الجن. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، بصيغة المبالغة، مش فتحت، لا، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. طب أقبل على إيه؟ أقبل على رحمة ربنا وعلى عفو ربنا وعلى فضل ربنا وعلى الأمل اللي كلنا بنتمناه، العتق من النار. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فيجي رمضان شهر صلاة، شهر صيام، الأول صيام، أيوه، وصلاة، صلاة، وصدقات موجودة، وصلة موجودة. كل ده بيتلخص في إيه؟ في كلمة صدق. صدق مع ربنا، اللي احنا بنسميها حضرتك سر الصاد. هتلاقي فيه قائمة كده، قائمة من العبادات اللي سبحان ربي العظيم ليس هباء منثورا، اختيار إلهي ان كلها تبدأ بحرف الصاد. الصيام، الصلاة، الصدقة، الصلة، كل العبادات دي كلها لما تتجمع في باكج كده في شهر رمضان، يبقى مش عايزة ان احنا، مش هتوصلنا لان احنا نخش الجنة، ده هتوصلنا الى ان احنا ان شاء الله نصل الى الفردوس الاعلى في الجنة. وبعدين حضرتك صدرت بقى اللقاء الجميل الرائع بآية، يعني أنا استوحيت منها رسالة مهمة جدا. وما تقدموا، اللي بيقدم، لما أنا بقدم هدية بقدمها لمين؟ بقدمها لحضرتك، بقدمها لحد عزيز عليا، حد بحبه، حد أنا بحبه، مش كده؟ طب هل تعلم إن الهدية اللي احنا بنقدمها النهاردة احنا بنقدمها لأنفسنا؟ احنا بنهدي لأنفسنا، كلنا يهدي إلى الله ما له وإن كان ذا غنى عنه، وربنا محتاج لعبادتنا ولكن سبحانه وتعالى يقبل، وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. وما تقدموا لأنفسكم،
المستفيد الأول من الأعمال الصالحة هو الشخص اللي بيقوم بالأعمال الصالحة، مش إن أنا أوصل لفقير أو مستحق أو إنسان صاحب حاجة. ده مطلوب، بس مطلوب إن أنا أوصل له عشان هو طريق ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. مطلوب إن أنا أوصل له عشان هو اللي هيفتح لي الأبواب عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما بنقول إنه سبحان الله، يمكن اللي بيدي بيفرح أكتر من اللي بياخد. يعني اللي بياخد بيفرح، ده رزق ربنا جاله، لكن كمان اللي بيدي بيفرح ان ربنا اختاره للرزق ده، وان ربنا بيحبه عشان اختاره ان هو يعمل كده. الله، دي بقى حضرتك بيسموها لذة العطاء. لذة العطاء هي الدافع الإيماني الوجداني المحرك، الدينامو اللي بيحرك الشخص ان هو لما ده طعم الطاعة، لا ده بيكررها، عايز يعملها مرة واثنين وثلاثة ومية. بيجاهد نفسه ان هو يوفر من المرتب البسيط بتاعه، ان هو ما يحرمش نفسه. شوفي لما حد يبقى عنده اولاد مش عايز يحرمهم من حاجه، وعايز يجيب لهم كل طلباتهم، هو بقى مش عايز يحرم نفسه، ده اللي بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. هي دي التجاره الرابحه، انه مش عايز يحرم نفسه من الثواب، من لذه العطاء، من الراحه اللي موجوده اللي بيستشعرها في حياته اليوميه. من حضرتك بيرضى عن نفسه. شفتي الكلمة دي قد ايه؟ هي كلمة بسيطة ولكن معناها كبير جدا. ان انا راضي عن نفسي، راضي عن نفسي في ان ربنا بعت لي في طريقي حد علشان اقف جنبه، فانا قلت ده هو رسالة ربنا بعتها لي ولازم اقف جنبه، وحققت ونفذت الرسالة على اجمل ما يكون. فكان ده يعني ده رصيد لي عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم نستشعر ونفهم المعاني، مش بلغة العصر، لا بروح العصر وروح الزمان الطيب المبارك الذي يسابقنا ويرفعنا إلى ربنا تبارك وتعالى. حري بكل مؤمن وهو في شهر الصيام، في شهر النفحات، في شهر البركات، في شهر الغفران والعتق من النيران، أن يستحضر هذه الإيمانيات الرائقة والعالية للقاء ربه سبحانه وتعالى. كل هذا يستقبله، نحن نستقبل رمضان بالحفاوة ونعيش رمضان بالإمدادات من رب الأرض والسماوات، ولكن كل الذي نفعله هذا يستقبلنا ساعة أن نلقى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، وما ينفعش ان احنا نضيعه من غير ما ناخد فيه كل ثواب، كل ثواب واكبر ثواب. ما ينفعش ان شهر رمضان يضيع مننا من غير ما نقتنص الثواب ده. طبعا الفرصة بقى، الفرصة يعني لما واحد بيبقى في عرض كده، في اوكازيون، في محلات معينه كده، فبيبقى حريص ان هو ينزل في اول ايام التصفيات كده عشان يلحق. طب هو ربنا سبحانه وتعالى ادالنا شهر كامل، والشهر الكامل ده احنا مش عايزين نضيع منه. على فكره رمضان مش نهار بس، لا ده رمضان نهار وليل. مش عايزين ننام بالنهار ونقعد نصحى بالليل نتفرج على التلفزيون سيدنا النبي قال ساعه وساعه وكل الكلام الحلو ده كلاته، بس عندنا 11 شهر ما فيهمش رمضان. صح. ممكن ما نلاقيش رمضان، ممكن ربنا ما يبلغناش رمضان تاني. النبي قال لنا جملة أحاديث يعني لو صح إن احنا نقول عليها سحر، والله يعني دي كلمة بسيطة عليه. النبي يقول لنا من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف حضرتك لما حد بيبقى موظف وفي تقرير سنة وكده بيتكتب وعنده مخالفة معينة كده، بيجتهد إن هو يشيل المخالفة دي من التقرير بتاعه، عايز التقرير دايما ياخد فيه امتياز. طب هو الامتياز جاي لك بقى على طبق منين؟ على طبق من روح وريحان وجنة نعيم، على طبق نزل من السماء. انت صوم رمضان ايمانا بالله واحتسابا للاجر من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يدي لك مش امتياز بس، ده يغفر لك ما تقدم من ذنبك. طب احنا صمنا وانا بالنهار كده يعني لسه مأثرة فيا العادات والتقاليد بتاعتنا، واتكلمت على زميلي فلان واتكلمت على صاحبتي او على جارتي. طيب تعالوا كده نروح بالليل بقى كده، من قام رمضان ايمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي فاتني بالنهار انا ممكن الحقه بالليل، يبقى عندي نهار صيام وبالليل قيام وقراءة قرآن، وقت سكون، وقت عتق من النار. جميل الكلام. طيب نكمل بقى عشان الناس اللي تقول ايه، اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. مش دايما بنسمع الكلام ده في رمضان. على فكرة الكلام ده مش صح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. وتيجي بقى الجائزة الكبرى فين؟ ان في ليلة واحدة اللي هيصادفها ده هيجمع المحاسن كلها. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله نفسنا يا رب اغفر لنا وسامحنا واقبلنا يا رب العالمين. امين. وقت قرابتنا من النار يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. نشوف دلوقتي مع مشاهدينا اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسة نبض الحياة. من أرض البركات، من أرض النفحات، من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، أرض الخير والبركة، سهل قروين في الفرافرة في الوادي الجديد. النهاردة كل فرحان وسعيد، النهاردة الكل بيقول أنا ابتدى لي عمر جديد في الوادي الجديد. أيوة كل النهاردة جاي من كل مكان، من كل المحافظات جايين بيقولوا إحنا النهاردة جايين نشوف في عينينا، مش عايزين حد يقول لنا. وكل واحد بيقول بعد ما زرع وغرس فاسلته بايديه بيقول انا شفت بعيني ما حدش قال لي، شافوا بعينهم المصداقيه اللي شغاله بيها مؤسسه نبض الحياه. انا شفت النخل على التلفزيون القاهره قناه 2، وطبعا ولادي قالوا لي ده فوتوشوب، فقلت لازم اجي رغم سني وتعبي، لازم اشوف الحاجه دي على الطبيعه. طبعا احنا كنا جايين على الصحراء مش متوقعين ان في الصحراء يحب فيه نخل. مشينا مسافه طويله جدا 13 ساعه اهوت، بس لما جينا التعب ده كله راح. ما شاء الله. وانا بقول النهارده اذا كان في النهارده 1500 نخل هنزرعه النهارده، انا بقول ان شاء الله هيبقى فيه 50 مليون نخله. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتقبل. الساحه دي كلها هتتخضر ومصر كلها خير واولادها كلهم خير. وانا بناشد كل اب كل ابن كل واحد عنده ظروف لاولاده يتبرع بالنخله ديت بنيه شفاء ابنه، بنيه ابنه يتخرج يخش كليه محترمه، بنيه ابنه يخلف، بنيه اي نيه يطلب منها انه يتبرع بالنخله ديت ان شاء الله ربنا هيستجيب له. احنا هنا النهارده ما شاء الله اكتر من 1000 واحد، معظمنا سن كبير جايين متحملين المشقه، وجينا فرحنا جدا بالنخل وفرحنا جدا بالطريقه اللي بتزرع بها النخل، فرحنا جدا بالناس اللي راعيه النخل ده. استاذ نبض الحياه انا كنت بقول ان هي جمعيه خيريه، ونعرف جمعيات خيريه كويس، منها قليل جدا الكويس والباقي الله اعلم بيه. النهارده بقول بس نبض الحياه من الجمعيات الخيريه المحترمه، فيها ناس محترمه وفيها شغل محترم وعندهم وسعة افق ان هم ان شاء الله يكملوا الصحراء دي كلها نخل وتتخدر الصحراء زي ما بيقول كده ان شاء الله. شفنا طبعا التقرير ووقف النخيل من المشروعات اللي انا شخصيا بحبها جدا، ان الواحد يعمل حاجه كده وقف لله، وتفضل بقى ايه بعد ما الواحد يموت سنين وسنين. يعني مثلا النخله المفروض عمرها تقريبا 100 سنه، من 80 ل 100 سنه، صح؟ مظبوط. فاكبر من عمرنا، ضعف عمرنا مثلا. ما هو يمكن احنا لو بصينا من الزاويه اللي حضرتك بتتكلمي فيها وقلنا مقياس اعمار الناس او مقياس اعمار البشر، متوسط اعمارهم قد ايه؟ 50 سنه 60 سنه، وقليل من يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نخله واحده بقى عمرها قد ايه؟ عمرها بيوصل ل 100 سنه. وزي سيدنا الدكتور مصطفى كريشما كان بيقول لنا قبل كده ان دي اسمها صدقه ولود، ولود وودود كمان. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لنا في لفته كده، هي يمكن هي بعيده شويه بس ناخد منها برضو معنى مهم. يقول لنا صلى الله عليه وسلم حتى في اختيار الزوجه، لما واحد يبقى عايز يتزوج بقى وهيختار نفسه، يقول ايه؟ تزوجوا الودود الولود. الودود يعني كثيره الود اللي دايما بتتودد لزوجها واهله وكده.
الولود اللي معروف ان هي يعني من نبتة طيب، ويعني في ذرية موجودة في الأسرة اللي هي موجودة منها. هي بالظبط انا شايف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيترجم في العمل الصالح ده، ان دي صدقة ودود وولود. ودود لان هي كثيرة الود، النخلة فعلا كثيرة الود كلها منافع، من اول السعف النخل وجزوء النخل والكلام ده كلها، تفضلا عن التمور واجود انواع التمور اللي احنا شغالين فيها، تمر المجدول اللي هو احنا بنستهدف ان احنا نسوقه مش محليا عالميا كمان. ولذلك حتى يمكن حضرتك تاخد بالك في الفواصل اللي بين النخلة والنخلة مسافات كبيرة، المسافات الكبيرة دي مش عشوائي ان احنا سايبين المسافات دي، لا ده اختيار علمي بحت، ان احنا بنسيب المسافات دي لان احنا بنستهدف ان النخلة بتاعتنا مش تدينا حتى تمرة مثلا جامبو، لا بنستهدف ان احنا يبقى عندنا تم سوبر جامبو اللي احنا نقدر نسوقه عالميا يدينا مردود مادي اكبر واكبر نقدر ان احنا نستثمره في مشروعات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة. فضلا عن ان هي بقى صدقة ولود، يعني هي مش عمرها 100 سنة بس، ده شوفي هي هتنتج كام فسيلة. أيوه. يعني ده في حد ذاته ان النخلة الواحدة بتنتج تقريبا ممكن تعدي 20 فسيلة. ياه. النخلة الواحدة. شوفي بقى كل فسيلة من دي لما تتزرع تاني وتبقى نخلة يبقى تاني. سبحان الله، ده كأن ديت ذرية. والله فعلا. دي ذرية من النخل. فعلا. يعني نقول النخل ده الفسيله دي هتكبر وهتبقى نخله وهيطلع منها برضه. بالظبط. شوفي بقى بيتجدد، هو ده العطاء. العطاء المتجدد، العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفي له يعني اشخاص، يصطفي له الخيره من خلقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. في ناس ربنا اصطفاهم وانتقاهم واختارهم واعطاهم العطاء اللي يقدر ان هو يستغله صح. ما هو ممكن واحد يبقى معاه فلوس بس هو بينفقها في ملذات زائله، محدش انكر عليه ان هو كل واشرب زي ما انت عايز. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث مهم جدا، قال لنا طبائع الناس او احوال الناس دول في الدنيا في الكون كله 1 من 4. يعني كلنا بلا استثناء، كل الناس اللي عايش على وجه الأرض هم 1 من 4 اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليهم في حديث أبي كبشة الألماري رضي الله عنه، أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، 1 عنده علم وعنده مال فبينفق في المال بعلم، عارف هو هيخرج الفلوس هتروح فين وهينتفع بيها إزاي، في الصدقات، في القربات، في أعمال الخير، في وقف النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل، أعلى درجة وأعلى مرتبة. طب والتاني عنده علم بس ما عندوش مال، اللي بيتمنى أن يا رب ارزقني علشان أعمل زي فلان، فلان عمل بدل النخلة 10 أنا نفسي أعمل زيه. ربنا سبحانه وتعالى، وحال الناس دي كتير على فكرة، ربنا ما حرموش الأجر. علشان كده انا حاسس حضرتك عايز تقولي حاجه. عايزين نقدم تقرير. طب نشوف التقرير ونرجع تاني. ماشي. تمام. نشوف دلوقتي التقرير ونرجع نعلق عليه ونكمل كلامنا. انا جيت هنا عشان ازرع النخله عشان خاطر محمد لما قال لي: يا امي انا رايح سينا وهستشهد هناك عشان تراب بلدي. فانا بقول له: ما تروحش يا محمد. قال لي: لا هروح ازاي، لازم الشباب كلها تروح وندافع عن عرضنا وشرفنا. وانا عشان كلامه ده اتبرحت بالنخله وله ولاخوه، وبدعي لكل شبابنا ان هم يروحوا سينا وما يخافوش من سينا، وكل ام تشجع ولادها على انها يخافوا على بلدهم ويدافعوا عن بلدهم، وبدعي لكل شهيد بالرحمه وربنا يتقبلهم عنده يا رب من الشهداء ويسعدهم ويلحقنا بيهم يا رب. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. شوف إيه البشرة، شوف اسمع: ألا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. النهاردة أم من أمهاتنا، أم ادتنا معنى جديد، أم عندها 2 شهداء ماتوا في الجيش، خدوا هذه البشرة وإن شاء الله نحسبهم على ذلك إن هم شهداء، خدوا بشرة قوله تعالى ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هو فات ولا يحزنون كذلك فيما هو آت أو العكس. فجت النهاردة غرست لولادها الشهداء نخلة، جت غرست لولادها الشهداء نخلة هنا، وده ما شدنيش قوي، لكن اللي شدني قوي لما قالت لي يا ابني أنا حبيت أكد المعنى ده، قلت لها إزاي يا أمي تأكدي المعنى ده هنا، قالت لي ما هو اللي بينفق في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زي الشهداء مباشرة. فغرست فيا معنى جديد للصدقة، غرست فيا معنى جديد للإنفاق في سبيل الله فعلا، وغرست في كل واحد فينا معنى جديد للإنفاق في سبيل الله، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدليل قوله تعالى في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، النتيجة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احنا دلوقتي طبعا كنا بنتكلم على ازاي ان احنا ناخد الثواب وناخد خير في رمضان ونغتنم فرصة رمضان، وبعدين شفنا طبعا تقرير الخير الجميل ووقف النخيل ومزرعة النخيل لمؤسسة نبض الحياة. والله هو يمكن احنا بنقول عايزين نغتنم رمضان، هي الاغتنام الحقيقي جاي يمدلنا دي ويقول لنا تعالى اعمل مشاركة في وقف النخيل، تعالى كمل المشروع العظيم الألف فدان اللي ربنا وفق نبض الحياة ان هي تاخدهم في محافظة الوادي الجديد في منطقة او واحة الفرافرة في سهل قروين. واحنا دايما بنقول وبنحدد المكان وبناخد الناس ونيسر، يعني بنحاول ان احنا نذلل كل العقبات عشان كل متبرع يروح ويزرع ويغرس بايده، لان ده مردوده كبير وكتير جدا عليه هو شخصيا، فضلا عن ان هو مش هقول لحضرتك ان هو بيساهم في نشر الوقف، هو بيساهم في نشر الوقف وبيساعد، لان انا محتاج المتبرع ده، محتاجه لذاته ومحتاجه لغيره، محتاجه يبقى سفير للخير، محتاجه يمثل سنة حسنة ويغرس سنة حسنة في ان هو انا مش قادر ان انا اتبرع، او انا اتبرعت بنخلة ومش قادر اعمل تاني. طيب يا جماعة فكرة الوقف، لما نبص على الأنشطة اللي بتقوم بيها نبض الحياة ونبص على معاناة الناس في القرى الأكثر فقرا والأولى بالرعاية والأكثر والأشد احتياجا، هنلاقي ظروف الناس صعبة، هنلاقي نبض الحياة بتقدم نشاطات كتيرة ونشاطات عديدة وكلها مهمة وكلها ملموسة وكلها الناس محتاجين لها. طيب احنا في وقت وفي ظروف اقتصادية يعني العالم كله بيمر بيها، النهاردة ممكن نبقى كويسين بكرة الوضع مش كويس، عايزين يبقى عندنا فيه دخل ثابت ينفق على أبواب الخير، في إمداد ثابت بينفق على مشروعات الخير، هو ده الأمل وهو ده اللي أنا يعني بلتمس منه وبستشعر منه الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. وكلام الوالد في التقرير من شوية وهو بيقول ده احنا مش هنزرع 50 مليون نخلة، أنا بقول له أنا ممكن ما أقولش 50 مليون، مش عايزين يعني رقم مبالغ فيه قوي، ولكن الفكرة كلها هو بيديني أمل، وأنا بقول الأمل ده بيكتمل بالعمل، ويكتمل بالعمل في شهر العمل، في شهر رمضان، شهر النفحات، شهر البركات، شهر العطيات من رب الأرض والسماوات، فرصة إن احنا نكمل المرحلة الثالثة والأخيرة من الوقف، المرحلة الرابعة الأخيرة من الوقف في الشهر اللي احنا موجودين فيه ده، ثوابنا هيبقى أكبر وأكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يقدركم ويقدر الجميع ويتقبل من الجميع يا رب. وبشكر حضرتك في نهاية حلقتنا. شكرا حضرتك فيك. بشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.